بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر على أرضية هذا الميدان على بركة الله والتوفيق. ينطلق الشوط الخامس المخصص للقعدان. نتمنى التوفيق لجميع الشعارات، لجميع الأسماء المنطلقة بين حنايا هذا الميدان. نبدأ مع البداية، نبدأ مع غياب لسعيد بن شطيط بن سعيد الاكتبي، من يقود هذه الاسماء. بينما النقلة مع عز لسيف بن محمد بن سالم الاعفاري في ثاني الاسماء، وثالثة الاسماء مبلش لحمد بن عبيد بن محمد بن حاذا الاكتبي، واصل وحاضر في ثالث الاسماء. وشوف والوال قادم لعبد الله بن حمد بن سليم بن سليم العويسي في رابع الاسماء، وقير الى ثاني الاسماء. بينما الدور مع رابع الشعارات رابع الاسماء. شوف الوصول، شوف القدوم من ناصي لحمد بن خويتم بن بخيت العامري. بينما الدور مع خامس الاسماء وخامس الشعارات، الوصول والقدوم من الرقم وصل حرب لمسلم بن سالم بالحوتة العامري، حاضر في سادس الأسماء في خامس الأسماء والسادس الأسماء. شوف الوصول، وصل كرار لمحمد بن راشد بن فرج المحيري. هكذا هي النتيجة للست المراكز الأولى. شوف بقية الأسماء يا مصورنا، لكن ارجع مع الصدارة، ارجع مع البداية مع المركز الأول والانطلاق الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا قيار، في البداية في المركز الأول سعيد بن شطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي يقدم لنا قيار في البداية الأولى في المركز الأول. الله يا هذا الأداء، يا هذا التحدي مع الصدارة مع البداية بدون منافسة، ودخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، كيلو التحديات وكيلو الصراع بقيادة بن شطيط سعيد بن شطيط بن سعيد الاكتبي. ركز 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 يا ابو شطيط على هذا الموقع المتميز، موقع الناموس. وصلت الاسماء، وصل حرب، بدا يحارب مسلم بن سالم بالحوته العامري. يا هي اسماء قادمه والوال عبد الله بن حمد العويسي، ولكن خلك مع البدايه، خلك مع الصدارة مع قيار. الله يا قيار بدون أوامر ولا أي تعليمات، الحصار ده وامن في الإبطال. بدأ يتحرك مع الصدارة، بدأ يقادر نحو الناموس نحو الانتصار. 400 متر وحرب، بدأ يحارب في ثاني الأسماء مسلم بن سالم بالحوتة العامري. يا سلام يا سلام، وين الناموس وين الانتصار؟ ولكن غيار غيار مع الصدارة وحرب حرب مسلم بن سالم بالحوتة العامري، ولكن غيار في الصدارة مع بن شطيط سعيد بن شطيط بن محمد الاكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، غيار وحرب، ولكن غيار غادر بناموس هذا الشوط.
سعيد بن شطيط بن سعيد الاكتبي مشكور يا ابو شطيط المركز الثاني. وصل حرب المسلم بن سالم بالحوت العامري وثالث الاسماء ثالث الشعارات رقم واحد ديمان محمد بن راشد بن حضيري من الاكتبي ورابع الاسماء والوال لعبد الله بن حمد بن سليم العويسي وخامس الاسماء السريع لراشد بن حمد بن قويس راشد بن خميس بن قويس السويدي وسادس الاسماء رقم 21 مع شاهين لحمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي. هكذا هي النتيجه. تهانينا والناموس لمالكي قيار من فاز معنا بهذا الشوط مع شعار سعيد بن شطيط بن سعيد الاكتبي والتوقيت الزمني 4 دقائق و45 ثانية. تهانينا والناموس.